بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم لعلك ترضى. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى هاخدكم في مشهد قرآني جميل قوي. هنروح بيت سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. المشهد ده كان بعد غزوة الأحزاب مباشرة. انتوا عارفين حضراتكم الأحزاب دول مجموعة من قوى تحالف الشر جاءت تهجم على المدينة المنورة، عبارة عن 4000 من مكة و6000 من قبائل عربية اسمها قبائل غطفان، يبقى المجموع يا حضرات 10000 مقاتل. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن إذ جاءتكم جنود، اللي هم دول، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الله أكبر. وقال لنا في وسط سورة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، الحمد لله، وكفى الله المؤمنين القتال. فيبقى ربنا نصر النبي على الأحزاب دول، ونصروا على بني قريظة، دول نقضوا العهد وغدروا في الوقت ده، وكانوا يريدون ان هم يدخلوا الأحزاب اللي هم قوى التحالف من عندهم وديار بني قريظة في المدينة المنورة. لما نصر الله رسوله ورد الأحزاب وفتح عليه قريظة والنضير، ظن أزواج سيدنا النبي أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم. يعني إيه؟ زوجات سيدنا النبي تخيلوا بقى إنه في غنائم كثيرة دخلت بقى، والحمد لله ربنا كرمنا وانتصرنا وبقينا دولة كبيرة قوي. كانوا في الوقت ده 9 نسوة، عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة وميمونة وصفية وزينب وجويرية، كانوا 9 زوجات في عصمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتمعوا مع بعض واتفقوا على أنه لما النبي يجي من برة يقولوا له يا رسول الله إحنا عايزين نزود النفقات وعايزين الأمور المادية والمصروف البيت مثل هذه الأمور، واتفقوا مع بعض. فلما جه النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له فعلا يا رسول الله بنات قصرى وقيصر، بنات ملك الفرس وبنات ملك الروم، على ما تراه في الحلي والحلل والإماء، يعني في النعيم والمجوهرات والذهب والفرش، ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق، وانت شايفه يا رسول الله احنا في فقر. فتألم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل أمين الوحي جبريل بقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إن كنتن تردن الحياة الدنيا، عايزين دنيا، يديكوا المتعة ويطلقكم، نفقت المتعة ويطلقكم ويسرحكن سراحا جميلا. طب الأمر الثاني، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. النبي لما نزلت عليه الآيات بدأ بأمنا عائشة، قال لها يا عائشة إني ذاكر لك أمرا، أنا هقولك على حاجة ما أحب أن تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت له تفضل يا رسول الله. قال لها ربنا قال وتلا عليها الآيات. فستنا عائشة قالت أفيك أستأمر أبواي يا رسول الله؟ معقولة أنا اخترتك أنت، أنا راضية بك أنت، اخترت الله والرسول والدار الآخرة، دنيا إيه اللي احنا عايزينها؟ الدنيا ما تلزمنيش، أنا رضيت بالله والرسول والدار الآخرة. عشان كده لقبت بأم المؤمنين، وكل زوجات سيدنا النبي قالوا اللي قالته ستنا عائشة، قالوا اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. اختيارك لطاعة ربنا، اختيارك يا أختي لطاعة ربنا، ترضى بقضاء الله وقدره، ترضى بأوامر ربنا وبتشريعات ربنا، ربنا ديك من رضي فله الرضا. احنا دخلنا بيت سيدنا النبي وشفنا مشهد ان زوجات سيدنا النبي طلبوا زيادة في النفقات، الدنيا حلوت شوية، ولما ربنا خيرهم ما بين الدنيا وما بين الله والرسول والدار الآخرة، لا اخترنا الله والرسول والدار الآخرة. اخترت الله والرسول والدار الآخرة هتلاقي الرضا كله لعلك ترضى.
صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.